ولاستكمال والتوسع في انعقاد هذا المؤتمر ينضم معنا من الرياض رئيس تحرير صحيفة الحياة الأستاذ سعود الرئيس. أهلا وسهلا بك سيد سعود. تأكيد وزير الخارجية عادل الجبير أن الأزمة مع قطر تعود لأكثر من 20 عاما نتيجة لسياساتها العدوانية، إذن هل يفسر هذا تمسك الدول الأربع بالربط بين تلبية المطالب وحل الأزمة بدلا من أنصاف الحلول؟ نعم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. ما في شك أنه حديث وزير الخارجية السعودي اليوم يؤكد التزام الدول الأربع بالمقررات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالجانب القطري وضرورة التزام الدوحة بتطبيق تلك المطالب والمبادئ الستة التي تم طرحها. فيعني الدول هذه ملتزمة تماما بموقفها، وهو يوما بعد يوم تتأكد هذه الدول بشكل أكبر مما سبق بأن الدوحة لا زالت تراوغ ولا زالت تواصل سياساتها، ولا توجد لديها الحقيقة رغبة بالفعل للتقارب مع محيطها الخليجي. وشاهدنا طبعا البيان وطريقة التلاعب التي ظهرت به. فيعني كان حديث وزير الخارجية اليوم طبعا مواكبا للموقف المملكة المعلن الذي تم إعلانه فيما بعد الاتصال الذي تم مع سمو ولي العهد. وبالتالي هو بلا شك انه الدول هذه متمسكه ليست فقط من باب المكابره، هي متمسكه لضروره تطبيق الدوحه هذه المطالب بما يعني لها من اثار ايجابيه على المنطقه، على امنها واستقرارها وايضا سلامه شعوب المنطقه واراضيها. اذن سيد سعود، اذا كانت قطر تعرف المطلوب منها كما قال الجبير، لماذا تماطل؟ نعم، يعني طبعا هو السؤال الاكثر طرحا، يعني هو هذا السؤال انه لماذا تواصل قطر هذه السياسه. يعني الحديث هنا يتحدث طبعا يحتمل اكثر من جانب، لكن في جانب مهم طبعا هو انه القرار السياسي في الدوحه يعني ليس بيد الشيخ تميم. من الواضح انه هناك من يدير السياسه القطريه من الخطوط الخلفيه، ويتحدث تحديدا عن يعني تنظيم الحمدين طبعا اذا اتفق على الاصطلاح. وهذا من جانب اخر، يعني الدوحه ايضا كانت لديها رؤى حيال المنطقه، لديها التزامات اتفاقات متفقه بها مثلا مع طهران، لديها بعض الامور التي تم تكليفها بها مثلا من قبل الاداره الامريكيه السابقه. هي تجد انه هي استمرارا لسياستها السابقه، ليس من السهوله طبعا ان تنفض يدها من تلك السياسه، فهي مضطره الى الاستمرار فيها لانه يعني لها اطماع في المنطقه تختلف كثيرا عن ما تنظر له دول المنطقه وشعوبها. يعني هي تبحث عن دور اكبر، تبحث عن تامين. هي لا زال لديهم يعني عاده الدول الصغيره هذه يكون لديها هاجس من الدول الكبيره، لكن يعني السعوديه لم يكن عبر تاريخها الممتد الان وحتى الان ان شكلت تهديدا لاي دوله مثلا في دول المجلس او حتى في المنطقه. كانت على الدوام من سباقه في دعم استقرار الدول، كانت سباقه في دعم شعوب المنطقه وايضا حتى تعزيز رفاه المنطقه. ف يعني الاوهام التي يعيش فيها هو النظام في قطر طبعا بني على مؤامرات وبني على السائس وهذه السياسه الملتفه، وبالتالي من الصعوبه ان يثق باحد. فلا يجب ان نستغرب السياسه القطريه في ظل هذا الفكر المتجذر. نعم. في السياسه القطريه. رئيس تحرير صحيفه الحياه الاستاذ سعود الرئيس، شكرا لك.